مشاهدينا خلينا نروح لخبر آخر. كشف المتنمرين بالذكاء الاصطناعي هو عنوان لبحث قدمته السعودية لعنود الدعارش كأول مشروع سعودي لاكتشاف التنمر عبر الذكاء الاصطناعي، والتي حصدت أيضا على جائزة أفضل مشروع تقني بالجامعة السعودية الإلكترونية. حتى نتكلم عن هذا المشروع بتفاصيل أكثر نرحب بصاحبة المشروع العنود الدعالج. أهلا وسهلا بك العنود، نورتينا. في البداية لو تقولي لنا أو تحكي لنا أكثر عن فكرة المشروع وإيش سبب اختيارك له تحديدا. أهلين. طبعا بالبداية يعني المشروع كانت فكرته بسبب الإمباكت والأثر الكبير للسايبر بولينج والكلمات التنمر اللي حنا نشاهدها حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مثل ما تعرفون يعني استخدامنا للسوشيال ميديا يعني بشكل يومي والكلمات اللي نشوفها اللي ممكن أنها تأثر بشكل سلبي على المستخدم لها امباكت كبير على الاشخاص. صحيح. فهذا هو كان السبب انه اتطرق او اني اختار هذا البروجكت، واني اوجد حل باستخدام المشين ليرنينج، وان شاء الله باذن الله يعني يتم تنفيذه يعني في احد السوشيال بلاتفورمز بشكل واقعي. طيب يعني صراحة هذه المبادرة جدا جميلة، بس أبغى أعرف كيف هتكون الآلية، يعني كيف يتمكن من اكتشاف التنمر أو ألفاظ التنمر، كيف هتكون؟ طبعا هو عبارة عن ماشين ليرنينج، والماشين ليرنينج يتم تدريبه على مجموعة من الداتا سيتس والمجموعة من كلمات التنمر. فلما احنا ندربه هذا الماشين ليرنينج على مجموعة كبيرة، بعدين هو يكون عنده القدرة على التمييز بين كلمات التنمر والكلمات الغير اللي ما فيها تنمر، فيكون يقدر يميز بين الكونتنت اللي فيه offensive words او bullying words نقدر نقول. بعد كذا نقدر نعمل ديتكشن لها، بعد ما نعمل ديتكشن ممكن ان نعمل ديليت للبوست، ممكن انه نعمل اكثر من اكشن للحد من اثار الناجمه اللي قاعدين نشوفها الان حاليا. حلو. سبب التنمر. طب متى ممكن نشوف هذا التطبيق مطبق على ارض الواقع؟ طيب طالما التنمر موجود يعني في المشروع موجود اكيد حتما يعني لا محاله، فهو يعني هو قابل للتنفيذ اوريدي موجود، وعملت له تيست وتريننج للموديل، بس نبحث عن الفرصه المناسبه اللي يعني لتطبيقه بشكل كامل. جميل. طيب خليني أسألك كمان، أنت حصلتي على جائزة أفضل مشروع تقني بالجامعة السعودية الإلكترونية، ممكن تكلمين عن هذا الإنجاز؟ أيوة الحمد لله، شاركت من ضمن المشاريع يعني اللي تخص فيلد السايبر سيكوريتي، والحمد لله حصلت على المركز الأول كأول سعودية تطبق المشين ليرنينج على الأرابيك كونتنتس. فكان صعب جدا اني اعمل بري بروسيسنج للداتا، وخصوصا التعامل مع اللغه العربيه جدا جدا صعب انك اتعامل معها واعمل تنقيح للكلمات العربيه. فهنا كانت الصعوبه والتشالنج، بس الحمد لله يعني قدرنا نرفع راس الوطن. يديك العافيه العنود، يعني فعليا هو نوع مختلف او ابتكار مختلف، واكيد يساعد ثلاث ارباع المجتمع اذا ما ابغى اقول كله، يعني عشان لا أكون كمان شوي أعمم في الموضوع. العنود شكرا لمداخلتك، نتمنى لك أكيد كل التوفيق. مشاهدينا بكذا نكون خلصنا فقرتنا الأولى، فقرة الأخبار، بنطلع فاصل.